السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى بقناة مطبخي من هولندا. وصفتنا لهذا اليوم فطائر حلوين بالعجينة المورقة وبحشوة لذيذة وبنينة وراقية، لا في المنظر نتاعها ولا في المذاق ولا أروع. بسم الله على بركة الله غادي نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا. أولا كنحتاجو للكريمة، غادي نستعملو لكريم باتيسيير بالنسبة نتاع الحامض. انا استعملت بيضه كامله، ولكن باش ما تجينيش الكريمه صفراء، بغيتوا الكريمه يعني يكون لون تاعها شي شويه صفر، فماشي مشكل بامكانكم باش تستعملوا غير الصفر نتاع البيض. ضفت لها واحد جوج معلقات من السكر حبيبات حيت ما محتاجاش الكريمه تكون شي شويه حلوه. من بعد يعني كما غادي تشوفوا في اخر الوصفه غادي نقش هذوك الفطائر قبل ما ندخلهم للفران بشي شويه نتاع السكر حبيبات، داكشي علاش نقصت شي شويه من الحلاوه نتاع الكريمه. كنضيف واحد المعلقه صغيره نتاع الفاني السائله، ما كانتش عندنا الفاني السائله غادي نستعملوا واحد الساشي من سكر الفاني صافي. وكنضيف لهم واحد جوج معلقات نتاع المايزينا، ما كانتش عندنا المايزينا حتى هي، غادي نستعنوا بالدقيق او الطحين اللي كنعجنوا به العجينه العادي الخبز ولا مسمن او لا بغير او لا اي حاجه صافي. هاد المكونات كاملين كنطابهم بالضرب اليدوي، كنحركهم حتى كينسجموا كيف ما كنعرفوا كاملين بان البيض خاصو يتطلق. هذيك المايزينا ملي كيقيسها السائل يعني كتكون واحد التكتلات اولا واحد الحبيبات، حنا ما محتاجينهمش في هاد الكريمه هادي. كنضيف غير واحد الكميه قليله من الحليب، الحليب كميه تاع الحليب اللي عندي في التوتال واحد نص لتر 500 مليلتر تاع الحليب. كنضيف غير واحد الكميه قليله باش انه كنحرك فيها اولا كنطاوب فيها هذوك المايزينا وهذيك البيضه حتى كيتحلوا كاملين حتى كينطلقوا كاملين، عاد كنضيف الكميه نتاع الحليب الاخرى اللي بقات صافي. كنستمر في التحريك باش انه كلشي كيتطلق وكلشي كيتحرك، ومنين نحطها على النار ما غاديش تعذبني، ما غاديش نلقى فيها عاد شي تكتلات اولا شي حبيبات نتاع المايزينا باقيين كاينين. كنضيف دابا واحد الحامضه، القشور نتاع واحد الحامضه محكوكه هي هذه اللي غادي نسمو بها الكريمه، واصلا يعني صدقوني الا قلت لكم كتجي من اروع ما يكون. انا اصلا من عشاق الحامض، من عشاق يعني النسمه نتاع الحامض و وكنديرها بزاف ديال الحوايج داكشي علاش. وبما اننا حنا دايرين هاد الفطائر بالتفاح والزبيب فما ما فيها باس الا زدنا هذيك القشيه نتاع الحامض في الكريمه، ها كيتواتاو مع بعضياتهم صافي. حطيت الكاسرونه نتاعي على النار، كنبدا كنحركها ضروري من التحريك صافي. ملي كتعقد لنا الكريمه كنضيفوا واحد المعلقه نتاع الزبده اولا واحد القياس نتاع 20 غرام، واحد القطعه نتاع الزبده قياس 20 غرام. كنحركوهم مزيان، كنطفيو في هذه المرحله كتكون غلات وجدت لنا الكريمه كنكونوا طفينا النار. كنغطيوها بواحد البلاستيك وكنخليوها جانبا حتى كتبعد على خطأها صافي. دابا غادي نبدا نقطع التفاح هذوك اولا، خاصني يعني التفاح يكون رقيق بزاف، شحال ما كان رقيق الا وكيساعدني في التستيفان تاعو، خاص السمك نتاعو ما يتعداش واحد 2 مليمتر. الكميه تاع التفاح انا عندي هنايا جوج ديال التفاحات راهم كافيين. بالنسبه للعجينه المورقه انا شريتها من المكان يعني موجوده في جميع المحلات التجاريه، كنبدا كنستفها وهي باقي شاده شي شويه اصا حيت هي لا طلقات بزاف غادي تعذبني باش نهزها. كنستفها في الصينيه اللي غادي ندخلها للفران وغنبدا دابا المونتاج. كندير واحد المعلقه حتى المعلقه ونص نتاع الكريمه، كيف كتشوفوا ما كنوصلهاش للجناب نتاع العجينه باش ما غاديش تسيح لي حيت هي اصلا يعني ملي غادي تدخل للفران غادي تزيد تطلق شي شويه. كنحط فوق منها واحد الكميه اولا واحد المهم شي واحد الحبيبات نتاع الزبيب. الزبيب بطبيعه الحال راه مغسول منقي من دوك العويدات اللي كيكونوا فيه، وإلا كان لاصق فيه شي طاب اولا شي غبار حتى هي كتمشي منه بعد ما كنغسلوه. كنبدا دابا نستف هذوك القطع نتاع التفاح، يعني مساله التزيين ولا الطريقه اللي غادي تستفوا بها كيبقى داكشي على حسب الذوق وكيف بغيتوا نتوما. انا فضلت يعني باش ندير هذوك الرقائق اولا هذوك القطعه نتاع التفاح نديرهم على شكل وائده على حسب المنظر وصافي. ما كان فيكم يعني ما تقطعوا الخدمه على راسكم، بامكانكم باش تستفوهم على شكل طولي وكيجيو حتى هما زويونين. المهم في هذه الوصفه هذه هو المذاق صافي. كنستمر في العمليه حتى كندير الكميه اللي عندي كامله، اصلا يعني الباكيه اللي كتبع يعني تاع العجينه المورقه كيكونوا فيها 10 ديال القطع. كانت كافيه هاد نص لتر ديال الحليب اللي صوبنا به الكريمه، وكان كافي جوج ديال التفاحات كانوا كافيين فيها، وكتخرجنا تبارك الله يعني الخير والبركه.
صافي كنستمر في العمليه حتى كندير الكميه اللي عندي كامله. انا استعملت هذه الصينيه صغيره يعني اللي باش نوائيكم يعني الخدمه المونتاج نتاع الخدمه كيفاش كيبدا، حيت عندي اصلا طاوله العمل ما كبيراش بزاف. كان عندكم اي سؤال او اي استفسار حول الوصفه او لما شي فكره ما قدرتش نوصلها لكم، فبامكانكم باش تكتبوها لي في كومونتير وانا غادي نعاود نشرح الفكره من جديد. كيف ما كتشوفوا كنستمر في العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله نتاع العجينه المغرقه ونتاع الكريم باتيسيير ونتاع التفاح. كيف سبق لي وقلت لكم يعني هاد الكميه نتاع الكريم باتيسيير جات فيها 10 ديال القطع من العجينه المغرقه وجوج ديال التفاحات. صافي كنستف هذوك القطع نتاع التفاح على شكل وائده، يعني هذا يعني هذه كتبقى مساله اختياريه كيف سبق لي وقلتها لكم. قبل ما كندخلهم للفران كنرشهم بشي شويه نتاع السكر حبيبات، كيعطيهم واحد اللمعان وكيعطيها واحد التعسيله. واصلا يعني حتى هذوك القطع نتاع التفاح ما كيجيوش يعني ما كيبقاوش يعني ما كيجيوش ناشفين ومحشلفين. كيف كتشوفوا حتى السكر يعني ما كنكثروش من السكر حبيبات، داكشي على هاد العمليه هادي انا ما كثرتش في لاكريم باتيسيير. درت يلاه جوج معلقات في نص سيطرو ديال الحليب صافي، وكندخلهم للفران على سخون بطبيعه الحال حنا مسخنين الفران من قبل ما بين 200 حتى 225 درجه لمده نتاع 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. ملي كنشوفوا هذوك هذيك العجينه المغرقه كنشوفوها تنفخات وطابت صافي كنحيدوهم من الفران. بصحتكم وراحتكم، هي هذه وصفتنا لهذا اليوم. الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك، ديروا ابوني لباقي ما درتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.